عليه الصلاة والسلام أمرك أن تعفي لحيتك فلا تقل فيها قولان، ولا تقل المسألة خلاف، ولا تتبع كل من ينعق في القنوات وهنا وهنا يضل الناس عن دين الله، أمثال عدنان إبراهيم، أمثال شحرور، أمثال هؤلاء الزنادقة الذين حذر منهم أهل العلم. أمرك الإسلام بأن لا تسبل الإزار فلا تسبل الإزار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. أمرك الإسلام أن تخرج الزكاة فعليك أن تخرج الزكاة لا تتأخر فيها. أمرك الإسلام أن تحجب نسائك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فلا تتأخر عن ذلك. بهذه الخيرية وصل الصحابة وزكاهم الله عز وجل وذكرهم في كتابه، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، وخلد التاريخ ذكرهم إلى يومنا هذا، حتى يقول النبي لعمر إذا سلكت طريقا فج الشيطان طريقا آخر. ويأتي الصديق لما دعا النبي إلى الصدقة بكل ماله فيقول ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يأتي عمر بشطر ماله ويقول تركت لهم مثله يا رسول الله. ثم يأمر النبي بمن يجهز جيش العسرة فيأتي عثمان بألف دابة بين خيل وبعير، 700 خيل 700 فرس و300 بعير. فقال النبي ما ضر عثمان شيء بعد اليوم، ويدعو من يشتري بئر روما وله الجنة فيشتريه عثمان ويهبه للمسلمين. فهكذا كانوا يبذلون وكانوا يطيعون. والأمر الآخر في ذلك أيضا، والأمر الآخر في ذلك أيضا أخي الحبيب، ألا تقدم قولا على قول النبي عليه الصلاة والسلام. الناس الآن مع وجود هذه الثورة الهائلة في عالم التواصل، تويتر وفيسبوك وقنوات إلى غير ذلك، فيخرج الجهل الرويبض الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والتسليم لما قال أمامكم سنون خداعات يؤتمن فيها الفاجر، يؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الفويسقة، قال التافه يتكلم في أمور العامة. فيخرج إنسان لا يحسن الوضوء بل هو لا يصلي أصلا. أي والله لا دع نذكر أسماء، أنتم تعرفون أكثر مني. هو لا يصلي أصلا ويعاقر الخمر ولا يعرف المسجد طريقا، ثم يتكلم في دين الله تبارك وتعالى، ويجلس له الناس يستمعون له في قنواتهم ويشترونها ويدخلونها في بيوتهم. يقول شيخنا الشيخ بن عثيمين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من مات حين يموت وغش لرعية حرم الله عليه الجنة، قال ومن غش الرعية إدخال هذه القنوات في داخل البيوت، فتجد الشباب يفسدون والبيت يفسد. الإلحاد الآن دخل داخل بيوت المسلمين، قنوات فيها الإلحاد، بل الشذوذ يتم، يستضاف شاب شاذ جنسيا يفعل فعل قوم لوط، ويجلس ساعة ونصف تامة في برنامج مع أحد المقدمين ليسوق لهذا الشذوذ، بل يأتي بالملحد يؤتى به الذي لا يؤمن بدين، يقول لك هذا فكر نريد أن نناقشه ونريد أن نقنعه. وكان عمر في قصة صبيغ بن عسل لما أتاه يتكلم في بعض الآيات يسأله عن بعض قول والمرسلات عرف إلى غير ذلك، فضربه فوق رأسه حتى قال صبيغ لقد خرج الشيطان من رأس أمير المؤمنين، كما رواه ابن الجوزي في مناقب عمر وفي تاريخ بغداد. ثم كتب لأبي موسى الأشعري أن احملوه على بعير وطوفوا به في بغداد وحذروا الناس منه، فكان مأكل أجرب كالحمار الأجرب والدابة الجرباء ما يجلس معه أحد حتى مات في زمان الفتنة عافانا الله وإياكم. فالخلاصة إخوان الكرام هي في هذه الكلمة، كلمة الاتباع. أختم لكم بقصة ذكرها أحد شيوخنا، يقول كان أحد الشباب مرافقا مع أبيه في المستشفى، وكان ذلك الوالد كبيرا في السن لكنه حريص على السنة، فاستيقظ يوما فلبس الحذاء بالشمال دون اليمين،
فأخذ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فانتبه الولد لأنه من التعب الولد أرق نام. إيش يا أبوي في شيء؟ قال يا ابني لقد لبست الحذاء بالشمال. قال يا أبوي الأمر هين وسهل. قال ولماذا أخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنزعهما جميعا ولبس باليمين وتشهد ومات. ثم يخرج لك مذيع يقول لك إيش الفرق بين اليمين والشمال؟ إيش أنتوا قاعدين بس تقولوا كل بيمينك الشيطان يأكل معك؟ أنتوا ليش مصدقين الكلام هذا؟ أبو حملات والعياذ بالله. فضيعوا الناس. فانتبهوا يا إخواني لا تضيعوا. أنتوا الآن جئتم لهذه البلاد سواء من مصر أو من المغرب، وجئتم 7 ساعات إخواني، جئتم من المغرب في الطائرة وأنتم 1.5 ساعة أو 2 ساعة، وجئتم لهذه البلاد الصلاة 100 صلاة 100,000 صلاة، يعني كل صلاة تعدل 55 سنة و5 شهور و17 يوم. فخرجتم من هنا بحسنات كثيرة لا تضيعوها مع أول ليلة في بلادكم. ترجع من هنا تأتيك بنت عمتك تسلم عليه يقول لها لا خلاص أنا الآن عبد لله قبل وعبد الله بعد، أنا خلاص ربنا إن شاء الله يغسلني من الذنوب، من قام ليلة القدر إيمان أغفر له متقدم من ذنبه، إن شاء الله يا رب أكون أدركتها وأقمتها، من صام رمضان إيمان أحسب أغفر له متقدم من ذنبه، إن شاء الله رب أكون أدركته وحسبته. بقول لها خلاص لا، نهى النبي أن يصافح الرجل امرأة لا تحل. إيش بقيت خلاص بقيت وهابي؟ يقول لها لا لا، أقول أنا بقيت مسلم سني أتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يدق أحدكم بمخيط. شفت المخيط المسلل الكبير هذا في رأسه؟ أحب إلي من أن تمس يده يد امرأة لا تحل، أيهما أحلى أفضل؟ أدق بمخيط في الدنيا وليس في النار. جاءت المرأة تصافح النبي، قال إني لا أصافح النساء. قالت عائشة فبايعهن كلاما بالمبايعة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجر يبايعنك على أن يشرك من أولا يسرقنا إلى صورة الممتحنة. فلذلك خلوا هذا دائما ديدنكم يا أخواني، تمر بك الأيام سيرفعك الله وسيعلي شأنك. ولقد كانت المرأة تمشي في المدينة والنبي يقول هذه من أهل الجنة، كما من حديث أنس جاءت مرأة تصرع وتتكشف، قال تدعو الله لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قال تدعو الله لي بس ألا أتكشف. شفت المرأة المباركة ما تظهر زينتها للناس، لا الزينة هذه لزوجك فقط، هو الذي كالجوهرة اللؤلؤة التي في داخل المحارة، كأن بيض مكنون اللؤلؤة اللي جوا المحارة، تكسر المحارة حتى تحصل على اللؤلؤة. كذلك المرأة مثل هذه الجوهرة الجميلة، الإنسان اللي عندهم جوهرات، زوجتك عندهم جوهرات وانت حطها في صندوق والصندوق فيه قفل.